كل الناس مشتاقة تسمع أستاذ مفاضل رضا أحمد في أحد روائع شاعرنا الكبير عبد العزيز زين العابدين عشان نستمتع بالاثنين مع بعض لما يعملوا دويتو. عشان عارف إن أنا بعشقه يعني. أولا بحيي أخويا الكبير صديقي الشاعر الجميل الرقيق صاحب الخلق الرفيع أستاذ كمال كرداشي بنعميه، وإن شاء الله نجتمع على خير كلنا وبالحب طبعا في احتفالات شتى. من الروائع أستاذنا الحبيب حبيب قلبي في بيت روحي في بيت عمري حبيب قلبي فداك روحي فداك عمري لعيونك لعيونك أنا كتبت كلام زيزو رسام أنا كتبت كلام شاعر رسام أنت الحب حبي ليه مدى الأيام حبيب حبيب روحي